السلام عليكم، كنتمنى تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناتي ندى. كي كتشوفوا الفيديو ديال اليوم هو شكيلات الكاطو، يعني كيفاش نخرجوا من عجين واحد بزاف الشكالات ديال الكاطو، وكيفاش نزوقوا الطبله ديالنا العيد ان شاء الله. كتشوفوا انا العجينه هنايا سهله واللي عندي معتمده دائما. هاد الوصفه غادي نعطيها للمبتدئات واللي عاد كيتعلموا يديروا الكاطو. انا عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال الزبده، وعندي تكون في الثلاجه، عندي كاس ديال السكر ثقيل وجوج بيضات وجوج فاني والراس المعلقه ديال الخميره، يعني غير شويه ديال الخميره. اول حاجه غادي نخدم الزبده مع الطحين، غادي ندخلهم مزيان حتى يرجع العجين مرمل، حتى نرمل الزبده مع الطحين، وعاد غادي نضيف باقي المكونات. كي كتشوفوا هنايا الزبده خصها تكون في الثلاجه، انا هنايا درتها في الثلاجه قبل ما خدمت بها، وكنبقى نخدم غير بالصبعان ديالي كنخدم الزبده مع الطحين، وعاد كنضيف الشيء الاخر. عاد غادي نضيف السكر بلاتي او السكر الثقيل، واخر حاجه هي البيض باش غادي نجمعوا العجين. كي كتشوفوا حتى كتولي بهذه الطريقه هذه، عاد كنضيف دابا غادي نضيف السكر الكراسي، وغادي نخلطهم حتى ينسجموا، عاد نضيف البيض ونضيف الفاني مع شويه الخميره، راس المعلقه ديال الخميره صغيره. يعني الصافي ما خصوش يتسلك، حنا غير كنجمعو. دابا انا هنايا ضفت الفاني، جوج صاشيات الفاني مع الراس المعلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه، وغادي نجمع هكا بالصبعان ديالي، وغادي نضيف البيض وغادي نجمع. يعني ملي كنضيف البيض ما دلكوهاش، ما دلكوهاش، ملي كنجمعوا العجينه وصافي. كنجمع العجينه مزيان بالبيض، يعني ما عندكمش دلكوها، الا دلكتوها غادي تخسروا الصابله ديالكم. يعني هاد العجينه عندي معتمده وكتصدق 100% وزوينه بزاف. وغادي نجمع العجينه هكا، ما غادي يبقى حتى حاجه لا لاصقه في يدي لا لاصقه في القاعه، لانها عجينه مقاده ومضبوطه والمقادير مضبوطه 100%. دابا غادي نقطعهم وغادي ندخلهم الثلاجه واحد الساعه المكانه، غادي نبدا نخدم بهم. الا كنتو ما مزروبينش تقدروا تخليوهم ليله كامله في الثلاجه، او الا كنتو بديتو تخدموا وما قدكمش الوقت وباقي لكم تقدروا تحتفظوا بها نهار كامل في الثلاجه. والا كنتو مزروبين بحالي انا غادي تخدموا بها ديك الساعه كامل، تخليوها واحد الساعه المكانه ومن بعد تبداو تخدموا بها. انا هنايا غادي نبدا نطلقها، كي كتشوفوا كتسعفني، واي حاجه بغيت نديرها بها كنديرها بها، ما تحتاجوش ديروا ديك الميكه من فوق ميكه من تحت باش تطلق، كتجي مطلوقه وما كتجي لا مطبعه لا والو. والاهم من ذلك انها كتجي كتذوب في الفم ورطبه. انا غادي نبدا نطلقها هكا، وغادي ندير الشكيلات كاملين اللي بغيت بالمراشم كاملين اللي بغيت. وديك الساعات كيبقى غير الديكور، يعني كل واحد كيدير الديكور اللي باغي واللي باغي. انا هنايا غادي ندير هادو دوائر، غادي ندير بزاف الاشكال من عجينه وحده، وهكا كتعمروا بلاطو بعجينه وحده، كتقدروا ديروا بزاف ديال الاشكال اللي كيجيو غزالين روعه. انا هنايا درت عاوتاني قليبات، وغادي نبقى غاديه بنفس الطريقه،
وكي كتشوفوا العجينه زعما كتساعف ما كتقطع ما كتهرس ما والو حيت المقادير مضبوطه 100%. وكنتمنى من البنات اللي يجربوها يخليو لي لكم المقادير. كتشوفوا كي كتبان لكم العجينه قاده مزيان وكتساعدني بزاف في العجينه ديالها. وغادي نبقى بعد نص طريقه وغادي نسخن الفران على 180 درجه ومن بعد غادي ندخلهم الفران بين 15 حتى 20 دقيقه حيت هما دغيا كيطيبوا يعني ما تغطيوش عليهم في الفران. وكنبقى بعدا كنكمل هاد العجينه كمان لي يعني كي كتشوفوا مقادير ديال الصابلي ناجح 100%. وهكا واقتصادي لانه من العجينه وحده تخرجي بزاف الاشكال اقتصادي ومن الاهم من ذلك انه كينجح وكيجي زوين وكيذوب في الفم. نكمل بنفس الطريقة الشكيلة الثانية اللي بغيت والطريقة كاملة اللي بغيت وعاد غادي ندخلهم الفران وعاد نجي للزين. الزين كيبقى على حسب كل وحدة وكيفاش باغا تزين. انا هنايا عندي الكونفيتور وعندي الشوكولا وعندي اللوز مهرمش وكاوكاو مهرمش وعندي اللوز هكا مقطع طريفات. اول حاجه خلاص غادي ندير بالكونفيتور غادي نلقيهم. كي كتشوفوا انا درت بزاف ديال الشكيلات درت وريضات قليبات درت كاري درت بزاف ديال الشكلات ديال الصابلي وغادي نوريكم كيفاش غادي يجيو في الاخر. هذا خلاص اللي كنعرفوا كاملين غادي نلصقوا بالكونفيتور حتى كيحمقني وكيجي زوين ضروري خصني نديرو. وعاد غادي نكمل الشكلات الاخرين ديال الصابلي. اللي زوين في هذا الصابلي انه ناجح 100% وتيجي غزال خصكم ضروري تجربوه. وهذا ضروري للمبتدئات اللي عاد كيتعلموا يديروا الكاطو يعني غيجيكم سهل وغادي يعطيكم الخاطر. وهبقى غادي بنفس الطريقه حتى نسالي داكشي كامل. وهنا الشوكولا غادي ندوبها غير في الميكرويف ما تقدروش ديروا حمام مريم غير في الميكرويف واحد الدقيقه اللي ما قالنا كتخرج زوينه هكا بلا ما تحتاجوا تضيفوا لا زيت لا والو. وغادي نبقى ندير الشكيلات اللي عندي عاود بطريقه اخرى. غنبقى غادا بنفس الطريقة ديال هادو عاود لي دايرة لهم شكلاط. عندي وريضات عندي قليبات عندي كاري عندي هلال عندي درت شكيلات بزاف من عجين واحد. وهكا بطريقة اقتصادية غادي نديرو بلاطو ديال الكاطو زوين وبعجينة وحدة. هكا غدير واحد خمسة شكلات الكاطو كيف ما بغيتو نتوما بعجينة وحدة واقتصادي. انا غنبقى غادي بنفس الطريقة هكا حتى نسالي الشكلات ديالي كاملين واللي درت بالمراشم كاملين. كيف كتشوفو كل شكل حاولت نديرلو ديكور مبدل كاين اللي درت له بالباتا سوكر كاين بعجين السكر كاين كل واحد وكيفاش درت له يعني كيبقى الزواق داكشي ديالكم نتوما كيفاش باغين تزوقوا وكيفاش باغينهم يكونوا في الحطه. انا شي درت له اللوز مهرمش شي درت له كاوكاو مهرمش يعني حاولت نبدلو شي درت له بشويه الزنجلان يعني كل واحد وشنو درت له. وكي كتشوفوا هالبلاطو قدامكم فيه شحال من شكل وكلهم بعجينه وحده واقتصاديين والاهم من ذلك انه تيجي غزال وتيجي زوين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليولي لايك وتخليولي كومونتير لتحت
وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ومع تفعيل الجرس باش هكا تشجعوني اكثر باش نديروا لي فيديو اكثر ان شاء الله. وكنقول لكم رمضان مبارك اللي قرب يخرج، وكنقول لكم عيدكم مبروك.